بره الجامعات الكبيره ومراكزها البحثيه الكبيره معتمده على الدعم المقدم من المستثمرين والصناعيين الكبار. مش فكره بقى التبرع كمان، لا، انا راجل بصرف على هذا المشروع او المركز البحثي ده انا اللي بصرف عليه بالكامل، بالمقابل ان انا ببقى شريك مع الجامعه في نتائج هذه الابحاث اللي بتفيدني في مصانعي الخ الخ. هل الموديل ده او النموذج ده موجود معانا هنا؟ هو احنا حتى الان مدينه زويل طبعا في دعم من بعض شركاء النجاح للمدينه، وده بنشكرهم طبعا على تقديمهم لهذا الدعم للمدينه، ولكن مع افتتاح المبنى الاكاديمي الجديد، وده حوالي بيسع لحوالي 10,000 طالب، يعتبر الاكبر في منطقه الشرق الاوسط كمبنى اكاديمي واحد، ده متطلبات التشغيل بتاعت المدينه هتزيد جدا خلال الفتره طبعا القادمه. فمطلوب طبعا لازم دعم كافه الجهات المدنيه تساعد المدينه، لان في الاخر خالص المنتج بتاعي اللي انا بخرجه للمدينه يا اما طالب هيقدر يفيد الدوله المصريه ويفيد الصناعه المصريه، يا اما منتج هيخرج من وادي العلوم والتكنولوجيا كاحد المركبات الثلاثه اللي بتاخد مخرجات البحث العلمي. فلازم شركاء النجاح معانا ومجتمعات او المجتمع المدني يساعد يستمر في دعم مدينة زويل.